وهل الكل ينزح لنفس الأسباب؟ شو هي القواسم المشتركة بينكم كلكم؟ ما حد يحب ينزح كده بدون أي سبب. تكون صامد، الحارة كلها تكون صامدة وثابتة، يجي هاون يضرب بيت، خلاص الحارة كلها تشعر بالخوف، تقول لك اليوم ضربت فلان بكره بيضرب بيتي. وخرج نزح، وخرج نزح. ولا القاسم المشترك بيننا وبينهم ان احنا كلنا نازحين، وكلنا نازحين بنفس الاسباب.